السلام عليكم وعواش مباركة. هذا النهار هذا اون اون تران دو بريباري لو لونسمون ديال الميغان الكتريك ايتيك 100% الكتريك. سي واحد لا جام دو فيكول اللي تتخدم غير بلا ريشارج غير بالضو. سا رونتر دون لا استراتيجي ديالنا انه لا جام رونو تولي عندنا دي موديل اللي غيبقاو خدامين بالديازل وبليسونس. سي لي تكنولوجي اللي تنعرفوا وخدامين تنديفلوبي. وهذا راه درناه مع جورنال ديالكم. تلاقينا في جوان ديال العام اللي فات ولونسينا اركانا العام في الاول ديال هذا العام. لونسينا اوسترال ودابا هادي سي لو كومبليمون. سي تنكملوا هاد لا جام اللي هي غرين ولا اللي هي سوا ايبريد سوا الكتريك باش نعطيو لو شوا للكليان ديالنا اللي بغى ديزل وليسونس واللي بغى هاد لي موديل اللي تنسميوهم حنا ايتيك ايبريد ولا الكتريك عنده لو شوا. الحاجه الاولى هي انا تنقولوا انه راه ما يقدروش يجيو هاد لي بورن الا ما كانوش طوموبيلات. دونك خصنا حنا كونستركتور في المغرب كامل ماشي غير غونو نبداو نعطيو هاد لوفر برودوي اللي تنقولوا خصنا نكونوا طوموبيلات موجودين. وموراها هاد لي بيترولي كونفوا حتى هما راه غادي يديروا دي بورن في سميتو حتى الدوله غادي دير دي بورن دو ريشارج. حنا اوني اون ديسكوسيون مع اترافير لاسوسياسيون ديالنا ديال ليفام باش بور ديموكراتيزي ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربيه مي باش ترجع هاد لا تكنولوجيا الكتريك ديسبونيبل عند الناس كاملين. وهادشي هو المستقبل. خاصنا نمشيو وحنا خدمتنا كونستركتور ديال لي فيكول اننا نعطيو نوف تكون الكليان اللي بغى الالكتريك يلقاها ابري بالوقت ان شاء الله. بالوقت حنا شناها في بلدان اخرين لا اوروبا ولا زيتازوني ولا سميتو شنا انه بداو صغار وبقاو غاديين بشويه بشويه هاد التكنولوجي تتطور. مي انا تنبقى متفائل بهاد سميتو لانه انا 2021 الى خدينا كوم اكزومبل راه ما كانوش دي فيكول الكتريك. دابا الحمد لله ونا ساتويت 2020 2021 كنا ما تنقدروش نديرو التراجي ديال كازا مراكش بان فيكول الكتريك. دابا تنقدروا نديروه. انا بيرسونيلمون درت من طنجه لاكادير بلا ميغان افيك دي ريشارج. تنوقف تنتغدى تنرشارجي الطوموبيل تنشرب قهوه تنرشارجي الطوموبيل. سي بوسيبل غير الواحد بشويه بشويه وان شاء الله ونتفائلوا. خصنا نكونوا كاملين موبيليزي باش الفيكول الكتريك شي حاجه مهمه. سنحافظوا على المغرب ونحافظوا على البيئه ديالنا والفيكول الكتريك تيعاون على هادشي هذا. الاثمنه كما قلنا عندنا لو فيكول لي ايكيبي ميغانيتيك 100% الكتريك. لوبسيون لا بلوز ايكيبي سي 478000 درهم وتنعطيو دي زوفر دو فينونسمون اللي تشجعوا الكليان انه يدوز للالكتريك. كما ديجا قلت انه الكليان يقدر يجي لعندنا عندنا مع البارتنير ديالنا موبيلايز يقدر يفينونسي على 36 شهر ولا على 48 شهر الفيكول ديالو الميغان ولونتروتيان ديال الفيكول ديالو ولاسيرونس ديال لو فيكول بوندون هذيك لا دوري كامله ديال هذا الكريدي. اي دونك الكليان تيبقى هاني تيقول انا بهذا الثمن راه نقدر نستعمل الطوموبيل وعارف الثمن صديق ما عنديش دي سوربريز. لا باتري بعدا الى غارونتي 8 ans و 150000 كيلومتر 8 سنين و 150000 كيلومتر. اي ابري كما قلت لكم هاد لو تيب دو فيكول بهاد لوفر هادي اللي قلنا ديال لي زوفر اللي تيكون فيها لونتروتيان والفينونسمون ولاسيورونس الكليان تيخدم بالطوموبيل 36 ولا 48 مو تيقدر يردها لنا الا بغى. يقدر يشريها وتبقى عنده كما يقدر يردها لنا وتنعطوه طوموبيله جديده. الحوايج اللي زوينين واللي كياتير لاتونسيون ديال الكليان اللي شافوا قبل ما تنلونسو دي واحد الطوموبيله تنسولوا واحد البانيل ديال الكليان ديالنا تنقولوا واش عجبتكم الطوموبيل واش ما عجبتكمش. وبارمي الحوايج اللي خرجوا بزاف سي الديزاين ديال الفيكول. بار كونتر كاين الموتور في الطوموبيل ابري ما فيهش سي با الموتور بحال ديال ديزل فيه لونتروتيان قليل فيه سميتو ما كاين كوميم موتور. حنا تنصيبوا الطوموبيل باش الباتري تكون حتى فيها باتري تكون صغيره الموتور كاين وتنكثروا
من الاسباس داخل الطوموبيل. يعني الى ان شاء الله خصكم تجربوها والكليان وحتى الكليان ديالكم ان شاء الله تنقول لهم راه غنلونسيو الطوموبيله في لو سيمي. دونك مرحبا بهم في الريزو ديال لي كونسيسيونير ديالنا حتى هما يجيو يجربوا الطوموبيل وغادي يشوفوا ايل سيغون اغريبلومون سوبري كما تنقولوا بهذاك الراحه اللي عندك في الطوموبيل داخل عندك اتساع كومونتي.